موضوع الكهرباء الحقيقة هو في كل العراق مشكلة قائمة لم تجد حل منذ 18 عام، مع إيجاد هناك فرص محاولات هنا وهناك، ولكن إن أنشأت محطة عندنا عجز في نقل الطاقة بسبب سوء الخطوط الناقلة في عموم العراق. عندنا مشكلة في المناطق الشمالية أو المناطق أقصد الغربية والمحررة تحديداً، تعرضت هاي الفترة إلى هجمات متعددة خطوط نقل الطاقة غير معهودة إطلاقا، مثل ما حصل شمال في الطارمية وقطعة الخطوط عن جنوب صلاح الدين، مثل ما حصل عندنا في قيارة وقطع عن شمال صلاح الدين تكريت بيج. هاي المناطق الأكثر الهجمة الأشرس والأكثر على خطوط نقل الطاقة اللي حصلت شمال سامراء وباتجاه خلف سلسلة جبال عمرين باتجاه اللي تغذيها من ملا عبد الله. خلال أكثر من شهر ونص أو أقل من شهر ونص أكثر من 20 تفجير، يعني بحيث ينزلون من تصليح البرج مع هذا الوقت بعد نص ساعة تفجر في جهة أخرى. أخواني إحنا نعرف الجهود اللي تبذلها وزارة الكهرباء، وحتى نكون منصفين يعني إحنا نشكر جهودهم ونعرف حجم المعاناة الشرسة، ونعرف التريليونات أو المليارات من الدولارات اللي صرفت، ما يقارب مثل ما حسبناها في البرلمان ما يعادل أكثر من 10 مليار دولار صرفت على الكهرباء ولا زالت تحت صفر في عموم العراق. لا نريد أن نحمل جهة، هذا موضوع ملف كبير وخطير وشائك. إحنا الآن هاي الخطوط، خطوط النقل هي تمر من مسؤولية قيادات عمليات. طيب. يعني من راح نتحدث، ما راح نستهدف قطعة معينة أو لواء أو سرية أو حشد أو غير. هاي الأرض ممسوكة من قبلك يا قائد عمليات، أي كان عنوانك أنت تحمله، اتحادية، شرطة محلية، حشد، جيش عراقي، مع كل المسميات. هذا الخطوط الناقلة المهمة اللي تغذي شرق تكريت وكل المناطق اللي ذكرت لكم اياها شمال وجنوب، هي تمر من خلال القوات الامنيه، مو باماكن عاصيه في قمم الجبال وتضاريس صعبه بحيث انه نعزيها نقول داعش. حتى اكون منصف في هذا الموضوع، لان هاي الامور بدات تمس اهلنا وتاذينا، اذتنا في المحاصيل الزراعيه في الشتاء وموسمنا الزراعة صفر، وأنا تحدثت ويا رئيس الوزراء في هذا الموضوع بسبب سوء الكهرباء، خسرنا ملايين الدولارات حتى ننتج للبلد، وبالنتيجة بسبب سوء الكهرباء مع قلة الأمطار طلعنا صفر من هذا الموسم، مع عدم تقديم الدولة لاحتياجات المواطنين وإعطائهم استحقاقاتهم لحد هاي اللحظة. هاي الأبراج تمر من خلال القوات الأمنية اللي موجودة بالأرض العدلة وبقرب القوات الأمنية، تتفجر خلال شهر ونصف أكثر من 20 تفجير، واللي تمر بسلسلة الجبال والتضاريس الصعبة واللي يصعب الوصول إليها للسلاح، والمفروض تفجر من قبل داعش عذرا، يعني احنا ما نريد ندلي، ولكن هو العدو اللي يريد يفجر ويضر ناس يعرف مواقع هاي الأبراج وين. طيب هاي ما تتفجر، وتتفجر الأبراج اللي قريبة من الشارع العام، تتفجر الأبراج اللي بالقرب من السيطرات الأمنية، تتفجر أبراج نقل الكهرباء اللي ضمن خواطع عمليات صلاح الدين وكركوك وسامراء وعمليات بغداد. هذا مو صحيح، هذا الكلام مرفوض وغير مقبول، وعلى رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وهذه الوزارة اللي ما أريد أوصفها أني بوصف معين، ولكن مواطنين يعرفون كيف يصفون هذه الوزارة الغير قادرة والمفروض تحل وتلحق بوزارة أخرى حتى ينهضون بأعباء عسى أن يكون أنشط أو أفضل في أدائهم. سيد جاسم، ليش جت كوزارة أنه تقدم أي شيء للعراقيين خلال 18 عام؟ يعني 20 تفجير في أقل من شهرين. نعم. هذه الحصيلة على لسانك وشهادتك للتاريخ راح تكون، كأنما تريد أن تقول بأن هذا العشرين تفجير هي ليست تفجيرات إرهابية، إنما هناك جهات مستفيدة بشكل أو بآخر من عقود الصيانة، من عقود الحماية وما إلى ذلك. صحيح هذا الكلام؟ أتحدث لك. نعم.
نعم. هذا الموضوع وراء اكو جهات مستفيده. حتى قسم لك الجهات المستفيده. وراح اضرب لكم مثال. قبل فتره ليس بالقصيره اتصل بي احد الاشخاص قال اريد اشوفك باعتبارك عضو لجنه امن ودفاع ومدير امن وطني سابق ورئيس لجنه امنيه في محافظه ومعروف موقفك. قال لي انا انعرض لي عرض من احد الشركات الاتصالات المنافسة في الساحة، بالإمكان الاتفاق معي إذا نفذت على الأبراج مال الجهة الأخرى، تعرف قصدي مال الشركة الثانية. إحنا هذا العمل الآن أصبح مكشوف في الساحة، إحنا الآن تحت غطاء الدولة. بدأت الناس هذا مسوي حراقات في كركوك ويبيع الغاز ب 150 ألف و 130 ألف من كسر الكهرباء لمدة 24 ساعة، يتوقف شراء الغاز من قبله. هذول الناس مستفيدين من هذا الموضوع. أكو جهات مستفيدة من تفجير أبراج الكهرباء، ربما يكون منهم من وزارة الكهرباء نفسها العاملين على الصيانة، ربما من مصنعي الأبراج المواد الأولية للأبراج، ربما يكون أكو جهة اللي قريبة حتى الجهة الأمنية القريبة ربما تكون مستفيدة دون أن أسمي هاي الجهة آني. ولكن استمرار هذا النهج بهاي الصيغة وهذا الإدعاء للأجهزة الأمنية قبل مني يصير هجوم في قاطع من يقولهم يا أخوان مسؤوليتكم، يقولون لا هذا داعش. أنت إذا داعش وإذا مو داعش هي مسؤوليتك الأمنية. شيخ جاسم المن تابع هاي القوات تتفجر خطوط النقل وانت تتفرج علينا وما توصل كهرباء الى اهلنا وتريد الناس تصيح تمجد بيك وتحشي، شنو واجبك انت؟ شنو مسؤوليتك انت؟ شلون انت على بعد 200 متر تتفجر خطوط النقل وانت بصفها؟ شنو عنوانك؟ شلون الناس تحترمك؟ شلون الناس تقول اني في خدمه الشعب والشعب تتضرر مصالحهم واموالهم وانت تتفرج وما لك علاقه ولا معني بالموضوع؟ ولا جهه تحاسبك، لا رئيس وزراء ولا قائد عمليات ولا اي فوج او سريه او امر يتحاسب على هاي الخروقات. طبعا ما يصير امن ولا توصل الخدمات الاهليه. جاسم هذا ما ماكو محاسبه وعقاب واقاله، لا يمكن ان تسري الامور. طيب. والامور بصوره طيبه حتى الصوره توضح. نعم. اكثر ما راح اسالك عن اسماء هذه القوات اللي هي قريبه من ابراج نقل الطاقة، واللي دشوف مثل ما حضرتك تتحدث بأنه هذه الأبراج تتفجر أمام أنظارهم، ما راح أسألك عن أسمائهم، لكن المن تابعين داخلية دفاع بالضبط المن تابعين هذه القوات؟ أخي العزيزاني أوضحت لك الموضوع. نعم. هذا الأبراج واضحة إذا تمر من شمال بغداد من ضمن قاطع الشرطة الاتحادية المسؤولة الاتحادية، وإذا تمر من خلال الحشد مسؤول الحشد، وإذا تمر من خلال الشرطة المحلية في صلاح الدين المسؤولة شرطة صلاح الدين، وإذا من خلال قيادة عملية سامراء أو كركوك أو ديالة أو صلاح الدين المسؤولة عملية صلاح الدين. وين التفجير؟ ضمن مسؤولية من الأمنية، يعني مثل ما يقولون أهلنا بالعامية ما تريد روح على القاضي. وين يتفجر البرج؟ ضمن مسؤولية من؟ مسؤولية الأمنية حماية البرج. نعم، ولكن سؤالي لك، يعني وضعنا اليد على الخلل وعلى مكامن الخلل، الآن ما المطلوب من الجهات المسؤولة والسلطات الأمنية إن أردنا أن نتحدث إزاء هذه المشكلة؟ لأن المواطن هو المتضرر الأول والأخير إزاء تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين. حتى أعطيكم صورة ويسمعون أهلنا، أنا جريت اتصالات اليوم حقيقة الوزير ما حصلنا لأن مشاغل هواية على أساس الكهرباء مغطي العراق، ما جاوب. دقيت على مدير المكتباني جاوبنا الرجل الأستاذ مدحت، شرحت له الوضعية، قال لي والله مع الأسف وللأمانة عندهم نفس التصور اللي قاعد أحكي لكم إياه أنا الآن. قبل ساعة اتصلت بمدير السيطرة المركزية مهندس يحيى وعبر لي نفس المعاناة، وكنا ننتظر الكهرباء في مناطقنا بعد تشغيل الجالسية المرحلة الأولى على أساس اليوم يربطونا على سامراء. أكو جهات معارضة في سامراء ترفض ربط مناطق شمال سامراء الدور العلم البوعجيل باتجاه الفتحة وتغذيها على أساس الكهرباء ما تخلفهم، لازم الآخرين يأخذون في آي بي وهاي الناس الباقي درجة ثانية. يعني
منعوا أن يغذونا. طيب هذا الكهرباء اللي تنتج في سامرة في جالسية بدولارات العراقيين بخيرات أهلنا تنطي إنتاجها للحوض الوطني وعلينا أن نأخذ من الحوض الوطني حصتنا. أنت تشترك بنفس الجرم اللي فجر الكهرباء عندما تمنع علي ربط الكهرباء في سامراء حتى تغذي مناطقنا. عندنا خطوط في آي بي في بعض المناطق هاي يمنع أحد اللعب بها أو الباساس بها لأن تمر من خلال القطعة الفلانية والجهة الفلانية والقطعة الأخرى يروحون يبكون حظهم العاثر. فإحنا الحلول تكمن إيجاد محطات سريعة وفورية ومولدات. إحنا الحمد لله شرق تكريت عندنا نفط قاعد ننطي غاز الملا عبد الله وربعنا يستوردون الغاز من دول الجوار وإحنا غازنا نحرق به في, في, في الجبال. عندنا إنتاج في حقول صلاح الدين عجيل يكفي أكبر محطات الكهرباء تغذي كل العراق ومناطق آمنة. احنا رئيس الوزراء من طرحت المشكلة قال لي انت تقبل ننصب محطة غازية في العمارة والغاز من البصرة بسبب سوء التخطيط اضطر ان نسحب 140 او 150 كيلو متر غاز نجيبها من هناك. بدت وانما كأنما هي محاصصة. الكهرباء اذا هي للحوض الوطني اهل صلاح الدين شركة بها واهل دينوة واهل الكركوك واهل ديالة وأهل البصرة وأهل بغداد. أما أنت لأنه أكو أمور انتخابية وتريد تغذي مناطق تقول لهم وفرت كهرباء في هذا الظروف وقطعتها عن الآخرين هذا مو فخر، هذا خلل بالإدارة وسوء توزيع الموارد للعراقيين جميعا.